هذا أخوي أدير، بعد ما تجوز أخوه الكبير تجوز هو، سكن بريت الدار. ما قعدش سنة صار الاستحلال، هج راح على بيروت، دين سمعنا إنه رايح على إربد، وعاش بإربد هناك عرش كم سنة. بعدين أخذ أولاده ومرته وراحوا عاشوا إسا بأميركا عايشين. هذا أخوي الكبير عشنا إحنا وياه، بعد ما مات أمه وأبوي ظليتني أنا وياه وأخوي. إسا هو تجوز ظل هون بالبيت عايش، أجاه الأولاد ودهن هون على المدرسة تعلموا، بعد ما تعلموا راحوا على كندا. أول واحد راح بعدين الثاني لحقوا. بهالفترة هاي أجل الأولاد تجوزوا وراحوا على كندا، عاود إسا أخدوه هو ومرته وولاده اللي معاه. إسا وين ضلت عايشة هون بالبيت دار تبعته وبنته. هاي أختي أكبر مني، تجوزت بالناصري كانت 13 سنة عمرها، عاشت بالناصر أكم سنة بعدين راحت حيفا. بعد حيفا راحت على اللد والرملي، صار الاستحلال كمان راحت مع بالاستحلال ما عرفناش وين هي. بعد مدة سمعنا إنها وين عايشة بالزرقة، وأجاها أولاد بعد 20 سنة لما أخوها راح على أمريكا. إسا بعد أخذها هي أولادها على أمريكا.